عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله وصفة تركية زوينة بزاف، لذيذة وسهلة. غنحتاجو غير قريعات ديال الزاج بحال هكا ولا اكبر من هكا، كامل الافضل يكونوا نقيين ومنشفين. غادي نحتاجوهم من بعد، غنخليهم على جنب. حاجتنا بشوية ديال الدجاج، عندي هنا واحد صدر ديال الدجاج، ممكن نزيدو او تنقصو على حسب الرغبة. يعني انا غنحط غير كميه قليله. هذا الصدر هذا ديال الدجاج غادي نحاول نقطعو على شكل بغوشيط، ولكن يكون شويه الحجم ديالهم صغير، ما يكونوش كبار. الشرموله ولا لاصوص اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا الثومه اللي مطحونه، اولا تقدروا تحكوا واحد جوج فصوص ديال الثوم او تستعملوا الثوم بودره اللي متوفر عندكم. غادي ناخذ هنايا شويه ديال ربيع قزبر ومعدنوس اللي مقردين، نضيفوا الملحه. هنايا بالنسبه للتوابل عندي الخرقوم، الابزار، سكينجبير، الكمون، واحد شويه ديال الفلفله، شويه تكثروا العيش. هنايا عندي قزبر حبوب، غنضيف كذلك شويه ديال الازير، وهنايا وضعت واحد الملعقه ديال الطماطم مركزه كتذوب هنايا، غنضيفو كذلك واحد الملعقه ديال العسل. الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تستغناو عليه، هو فقط كيعطي داك اللون الذهبي. واحد شويه ديال الزيت، زيت الزيتون من الافضل، غير شويه، وغادي نضيفو هاد مركز الطماطم هذا اللي ذوبتو في شويه ديال الماء. لاصوص اولا التشميله ديالنا اصبحت موجوده، نزيدها شويه ديال الماء. القطع هادو ديال الدجاج غادي نوضعهم في هاد التشميله هادي. عويدات ديال الشوا دوك ديال الخشب قسمتهم على جوج على حسب العلو ديال القرعه، باش هكا يعني يجيو داخلين في القرعه ما يجيوش خارجين منها كما شفتوا. صافي غادي ناخذ هاد العويدات هادو وغادي نبداو نوضعو فيهم هاد القطع هادو ديال الدجاج. نحتاجو هاد الخضرة هادي، شوية الجزر، شوية البصل، البطاطس، الطماطم والفلفلة، ألوان اللي عندكم متوفر من هادو تقدرو تستعملو، اللي ما عندكمش تستغناو عليه. ممكن تستعملو طماطم ديك الصغيورة، طوماط سوغيز كتجي أفضل. ودابا غادي نغسلهم نقيهم ونطلقاهم. ها هما غسلتهم، قشرتهم وغسلتهم، غادي نحاول نقطعهم هكا مكعبات. من بعد ما قطعت الخضر كيف ما كتشوفوا هكا كلهم مكعبات، ناخذ الباقي ديال لاصوص وغادي نوضع فيه هاد الخضره هذه كامله. غادي نحاولوا نخلطوا الكل هكا باش نوصلهم هذيك الشرميله. بعد ما خلطهم غادي ناخذ دابا القريعات ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي نبداو نوضعوا فيهم اول حاجه الخضر. بعد
البروشيت ديالي ها هما هذا كما كتشوفوا. غادي نحاولوا ندخلوهم في الداخل بهذا الشكل. هذا نوضع ثلاثة في كل قريعة. وغادي نحاول نزيد هذيك الخضرة اللي بقات ليا في الجواني بالشكل. غادي نزيدو على هاد القريعات هادو من الجانب غير شويه، ماشي كاع بزاف لان الخضر غنيه بالماء، غادي تطلق لينا الماء وصافي. دابا غادي نجيب ورق ديال الفرن باش نغطيه. الورق ديال الفرن فانا بللتو بالماء باش هكا ما تيمحنيش، يعني يعطيني الضعف كما شفتوا. حاولوا نلبسوهم ليهم. من بعد غنزيد ورق الالومنيوم من الفوق، يعني ضروري انكم تقطعوا هادوك لي بروشيت هكا. شو هذا ثقب، معليش. صافي من بعد ما غطيت القريعات ديالي بحال هكايا وغادي ندخلهم دابا للفرن مده ديال 40 دقيقه على عافيه اللي تكون مهيله حتى يطيبوا ان شاء الله ونتلاقاو. القريعات ديالي ها هما خرجتهم من الفران، طفيت عليهم الفرن وخليتهم حتى دفاو مزيان، عاد باش خرجتهم وضعتهم على هاد الخشبه هادي غير باش نتجنبوا ان الزجاج يطرطق ولا شي حاجه. دائما تجبدوه من الفران ما تضعوش على شي مكان اللي هو بارد. وهو هذا الشكل ديالهم، راه تيكون في الماء وراه تينشفوا تماما من الماء. وغادي نزول لهم شيء ونقدمهم ان شاء الله في الصحة. هاد الفكرة هذه صراحة مناسبة للناس اللي كيديو معهم الغداء ديالهم، ممكن يصوبوهم ويسدوهم بحال الشكل هذا ويديوهم معهم يصبوهم في الصحن. هي من بعد ما فرغتها في الطبسيل صراحه دقت هذوك الخضر، عرفتو كي كيجيو وبنانين بزاف 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 ما شاء الله، زعما لذيذه هاد الوصفه هذه. وحتى الدجاج كيجي ما ناشفش وكيجي فيه داك الماء ديالو، صراحه والله الا تستحق تجربوها. بالنسبه للقرعه هي تيوقع عليها حتى شي حاجه، ما تطرطق ما والو، درها قرعه عاديه ما خاص ماشي زعما خاصه بالفرن ولا شي حاجه، قرعه عاديه كطيبوا فيها بحال هكا. وكيجيكم هاد الطنجيه التركيه كتجي هائله، كنصحكم تجربوها ان شاء الله. كما قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيديو معهم القضيوه ديالهم راه يقدروا يديوهم هكا في هذاك الصاك ديال اللي كيكون كيحفظ السخونيه، راه كتبقى زوينه غير يصبوها هكا في الطبسيل ويتناولوها بالصحه والراحه. وكانت هذه الوصفه ديالنا، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.